السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، صنعاء تسيطر على أهم منافذ عدن. وإلى التفاصيل، حققت قوات صنعاء اليوم الأربعاء تقدما جديدا على جبهات القتال في عدن في خطوة حملت من حيث التوقيت رسائل هامة للسلطة الموالية للتحالف والفصائل التابعة لها هناك، فما أبعاد هذا التقدم؟ وفق مصادر قبلية فقد تمكنت قوات صنعاء من السيطرة على أهم المناطق الحاكمة على مدينة كرش، وباتت تتمركز في جبل النضل على محكمة كرش، ما يعني سقوط المدينة فعليا. هذا التقدم جاء عقب مواجهات مع قوات الانتقالي سقط فيها نحو 12-18 عنصرا من الفصائل الموالية للتحالف، على رأسهم قائد جبهة كرش. وعلى مدى السنوات الأخيرة ظلت الجبهة هذه هادئة، بل وتحقق فيها تقارب مع قرار فتح الخطوط هناك، على الرغم من استمرار المواجهات في جبهة الضالع المجاورة. لكن انفجار الوضع في هذه الجبهة في هذا التوقيت حمل رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، فهو يتزامن مع تهديد بنك عدن المركزي للبنوك التجارية في صنعاء في حال لم تنقل مقراتها إلى عدن. والمواجهات وفق خبراء رسالة بأن الخطوة التالية لأي تصعيد قد تنتهي بنقل المعركة إلى عدن ذاتها. يذكر أن كرش تعد أقرب نقطة لعدن وتبعد عنها بضعة كيلومترات فقط، وهي الأضعف في خاصرة الانتقالي نظرا للعلاقات التي تربط قبائل لحج بصنعاء، ناهيك عن رفض تلك القبائل للانتقالي الذي خاضت معه قتالا عنيفا ولا تزال في خصومة معه منذ سيطرته على عدن وتحويلها إلى وكر للضالع على حساب بقية المحافظات الجنوبية والشرقية. وكانت قوات الانتقالي هاجمت مواقع لقوات صنعاء في جبهة كرش شمالي لحج، ما أدى إلى مصرع قائد المقاومة الجنوبية في الجبهة رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس الانتقالي في كرش سمير الفقيه، وخمسة من أفراده أبرزهم خلدون مهدي وأثير غالب وحامد عزدي ومحمد سيف مقبل، مشيرة إلى إصابة 9 مما يسمى بالمقاومة الجنوبية في الهجوم الفاشل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.